والآن مع كلمة لأستاذ أحمد هواش مدير والآن مع كلمة للأستاذ أحمد هواش مدير مكتبة مصر العام. تم بروتوكول التعاون بين المكتبة ومديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشهيرة. طبعا برحب بأخويا وصديقي دكتور محمد البراوي مدير الشؤون التنفيذية ومديرية التربية والتعليم، وطبعا آدم جوهر مدير عام لشركة مياه الشرب في البحيرة، وبرحب طبعا بزميلتي عضو المجلس القومي للمرأة سمية. والنهارده يا فندم احنا هنتكلم عن المياه وأهمية المياه بالنسبة للشعب كله يعني. وطبعا أنا كنا في معرض، أنا انبسطت جدا من الرسومات والعروض اللي تم تقديمها، وأنا بحيي جميع المشتركين في مدارس المحافظة تحت قيادة مدير عام مديرية التربية والتعليم الأستاذ الدكتور الأستاذ يوسف الجندي على مجهوده معانا في المكتبة وخارجها. والمكتبة بتقدم حملة ثقافية بنلف بيها المحافظة كلها مدارس، واحنا عملنا زيارات بالتعاون مع موجه عام التربية والتعليم استاذتنا الفاضلة بنرحب بيها، وعلى النشاط الدائم بين المكتبة والمؤسسات داخل محافظة البحيرة. انا مش عايز اطول على حضراتكم، انا سعيد بيكم وان شاء الله يبقى تعاون مثمر. واحنا سبق ان احنا تعاوننا مع شركة المياه في بعض الفعاليات خلال شهر رمضان في الامسيات اللي كانت تقدمها المكتبة، وكانت حاجة عظيمة جدا يعني، وان شاء الله نستمر في التعاون بين المكتبة وشركة مياه الشرب، واحنا سعداء بيكم وان شاء الله يبقى يوم جميل على حضراتكم كلكم. شكرا. والان مع كلمة للاستاذة هدى محمود مرسي موجه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة. انا برحب بكم كلكم ومبسوطه جدا من موجهين المكتبات اللي مشرفيني دايما وبيمثلوا تمثيل مشرف في اي موقف نتحط فيه. طبعا الرسوم بتاعت ولادكم والشغل اللي انتم عملتوه حاجه ترفع الراس للتربيه والتعليم، وتتقدر حلوه قوي من شركه الميه. عايزين تقدير كويس يا أوامر. وأنا فرحانة بيكم جدا، وطبعا تحت قيادة الدكتور محمد الغراوي هو يعني المرشد لنا في الحملات اللي بيعملها زي كده، وأنا بشكركم كلكم وشرفتوني النهاردة ورفعتوا رأسي. والآن مع كلمة لعضو مجلس القومي للمرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. بعرف نفسي، أنا سمية صبري عضو مجلس القومي للمرأة. أول حاجة شرفت بوجودكم وجودي في وسطكم، وبشكر أستاذ حازم على الدعوة الكريمة، وببلغكم سلام المهندسه الذكيه رشاد مقرره المجلس القومي للمراه، واعتذارها عن عدم الحضور لان اتفاجئنا بزياره من القاهره للمجلس، فبتعتذر لحضراتكم. هعرف المجلس القومي للمراه في دقيقه، واتكلم عن شغلنا مع شركه الميه وكرة حياه كريمه في 4 دقائق عشان ما اطولش على حضراتكم. المجلس القومي للمراه هو مؤسسه مستقله تابعه لرئيس الجمهوريه، غرضها النهوض بالمجلس القومي للمرأة. عايزة البنات يسمعوا عشان يبقى عندهم خلفية. غرضها النهوض بإيه؟ بشؤون المرأة. اختصاص المجلس ده إن بيقترح
اساس للعمل للنهوض وتنميه الايه المراه. عدد الفروع المجلس القومي للمراه 27 فرع على مستوى الجمهوريه. العمل بتاعه هو مناهضه العنف ضد المراه. بنشجع ان احنا بنقيم في الجامعات وحدات لمناهضه العنف ضد المراه عشان نعلي الوعي في الجامعات ونحسس الفتاه بالامان. عمل المجلس القومي للمراه ايه؟ مكاننا امام المحافظه. عمل المجلس القومي للمراه ايه؟ احنا بنعمل شهادات الرقم القومي للسيدات الفقيرات من عمر الفتاه 18 سنه يعني لاعلى عمر محتاجه فيه انها تعمل بطاقات الرقم القومي. بنطلع لكورة حياة كريمة بتتعاون معاه طبعا عمل البطاقات الرقم القومي بالتعاون مع وزارة الداخلية بتساعدنا في كورة حياة كريمة الرائدات الوفيات انها بتجيب لنا البحث بالحالات وعدد الحالات وبالاخص في الاحياء العشوائية. عندنا في المجلس مكتب الشكاوي مسؤول عنه محامين متطوعين بيدرسوا اي شكوى مجاني وبيبقى فيه اخصائي نفسي موجود عشان يبقى الموضوع متكامل من الناحيتين. احنا كالمجلس القومي للمرأة عملنا مبادرات كتير جدا. اول حاجة مبادرة معا لخدمة الوطن من 2017 كانت عبارة عن سفيرات المحبة والسلام واشرف ان انا واحدة في السفيرات دي وعايزة متطوعة بالاوقاف. اتعاونت المجلس القومي للمرأة مع الأوقاف مع الكنيسة وخدمات الكنيسة بنطلع الكرة بنطلع المدارس بنطلع النوادي بوصل رسالة للشعب كله ان احنا العقيدة كل واحد حر فيها لكن احنا لازم نحترم الآخر. بعلم بناتي وولادي احترام الآخر وبوصل لهم رسالة الحب الوطن ان احد القساوسة في حادثة حريق الكنيسة قال الكنيسة تتحرق هصلي في المسجد المسجد يتحرق هنصلي في الكنيسة لكن الوطن ما نقدرش نستغنى عليه هو ده الأساس في حياتنا ودي رسالة اللي احنا بنوصلها. بنعمل حملات الكرة ما بنطلع فيها بنعمل حملات للتوعية العنف ضد المرأة الزواج المبكر ختان الإناث تنظيم النسل. بنطلع في الحملات المجلس الجهة الوحيدة اللي بنطلع عدد متكامل. طبعا شركة المية ربنا يبارك فيهم يعني جهة أساسية وشريكة بيطلعوا معنا توعية. جهاز البيئة جهاز السكان بيطلع معنا دايما مقرر المجلس القومي للسكان الصحة البيئة بنطلع يعني باقة ورد كده مع بعض بنوعي الناس بنطلع بنرجع بورقة عمل ايه الطلبات بتاعتهم في غالب كل الكرة بتبقى طالبة طلبين أساسيين مهمين جدا فصول محو أمية وعمل مصانع للعمل يعني بنبعت الرسالة للمسؤولين. لينا عمل دائم مع شركة المية وصراحة ربنا يبارك فيهم يعني كل فريق العمل نحسبهم على خير ناس جميلة. عن طريق الجمعيات اللي بتتعامل مع المجلس القومي للمرأة بندخل خطوط مية للأماكن الفقيرة ببحث حالة مننا وبيتأكد البحث شركة المية وساعات يقولنا لا الحالة مش محتاجة وبنصدق على كلامهم بيبقى بحثهم أدق. عملنا مسلسلات لتوعية الأطفال لكيفية استخدام المية نقطة المية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجامعة أسماء. كان في عمل مشترك دايما مع شركة المية ربنا يبارك فيهم. يعني ده خلاصة لعمل المجلس القومي للمرأة وشكرا جزاكم الله كل خير ويا رب تكونوا استفدتم. واي حاجة في حاجة مهمة جدا نسيت اقولها ان احنا عشان البعض بياخد فكرة عن المجلس القومي للمرأة ان احنا ضد الرجل. لا انا بعلم بناتي ما بطلع بعلم اخواتي ما بطلع احنا بنطلع بحملة لاني رجل. انا بوصل رسالة انا قاعدة هنا دلوقتي ازاي انا متزوجة بإذن زوجي أنا جيت رضاني إن أنا أكون موجودة ساعة واثنين وأربعة وخمسة يبقى إذا أنا مش ضد الرجل لا أنا كتفي بكتف الرجل هو الأب هو الزوج وهو الأخ والخال. لكن إحنا بنعمل إيه في المجلس لو في أي مشكلة في أي نوع من العنف في تحرش في أي حاجة ممكن تضر المرأة إحنا بنقف سند ليها. بنطلع حملات مبادرات محاربة الشائعات بنطلع في محطات السكك الحديدية لتوعية الشباب بالتحرش والخط بتاعنا الساخن 1-15-15
15-1-15. فرحانة اني معاكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة لمدير عام للاقتصاد والتوعية بشركة المياه. السلام عليكم. طبعا متشرف ان انا معاكم، متشرف ان انا معاكم النهارده. مبهور من المكتبه على فكره، اول مره ادخل المكتبه. اسمع كتير عن الاستاذ احمد وعن المكان، بس كل اللي في ذهني ما كنتش اتخيل ان انا شفته. بجد مكان رائع، و محمد الغراوي موفق جدا في اختيار المكان ده عشان نعمله فيه تفاعل الانشطه بتاعتنا. احمد موجود عرفني مفتاش ازاي، اتشرف بيه. المكان رائع، فيه اكتر الانشطه فيه حتى تساعدك ان تعمل جميع الانشطه. طبعا بشكر الدكتور محمد الغراوي وفريق العمل بتاعي، الدكتور غانية، بقيه الزملاء كلهم، اخواتنا في التربيه والتعليم. بجد في تفاعل غير عادي بشكل ناشط في التربية والتعليم في أنشطة كتير، وكل مدى بنلاقوا أفكار جديدة ونتواصلوا فيها مع بعض من أجل رفع ثقافة الأطفال والشباب والطلاب وأبنائنا بالهدف القومي وتشغيل استهلاك المياه والتوعية بتشغيل استهلاك المياه. وطبعا الفرصة ان احنا نوعوا الناس بتشغيل استهلاك المياه ودور الحكومة ودور مصر في حياة كريمة. طبعا المشروع الأساسي للدولة أو المشروع الأكبر على مستوى مصر حاليا. فمرة تانية أنا بشكر الدكتور أحمد هواش على حسن الضيافة، بشكر الدكتور محمد فريق العمل، ورب دايما في راسنا دايما في كل خير كده، وبشكركم جميعا على حسن السلام. شكرا. والان مع كلمه للمدير العام للشؤون التنفيذيه بمديريه التربيه والتعليم في محافظه البحيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. إن شاء الله يوم موفق، وتحياتي لصاحب البيت القامة المحترمة الأستاذ أحمد هواش. في فعاليات كتيرة فعلا نفذناها قبل كده مع بعض، وكان حضور المكتبة ودعمها لكل الفعاليات اللي بننفذها فيه أثر كبير ورائع ومميز أدى لأولادنا لمجال الابتكار والإبداع. خالص تقدير وتحية لحضرتك يا أحمد بيه، شكرا لحضرتك على دعمك المتواصل لكل الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم. خالص الشكر والتقدير للأستاذ حازم جوهر ودعمه المتواصل معانا برضه، والشراكة الفاعلة اللي نتيجة ليها فعلا في التوعية بتوصل لأولادنا، وده الأهداف كلها أهداف تربوية، لأن احنا انطلاقا من رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أطلق الشعار المميز والرائع اللي هو نحو بناء وتنمية الشخصية المصرية. خالص الشكر للمجلس القومي للمرأة الداعم وهي المتواجد معنا في كل المحافل، الأستاذة سمية صبري. أخص الشكر والتقدير للأستاذة هدى موجه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم البحيرة، والأستاذة رانيا فاروق منسقة عام الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم البحيرة، والدكتور سيد منسق الأنشطة التربوية مديرية التربية والتعليم البحيرة على المجهود الرائع. بصراحة ما بكلفهم بحاجة إلا ما بيتم إلا على أكمل وأفضل وجوه. خالص تحياتي وشكري للزملاء في الموكلين المكتبات على مجهودهم الرائع وعلى حضورهم. أنا عارف إن في أكثر من مشروع هم بينطلقوا فيه. طبعا دايما بقول البحيرة تبدع وتبتكر. المشروع الوطني للقراءة والإبداع اللي هم شغالين فيه، وطبعا أكيد هيكون ليه المكتبة إن شاء الله. احنا بنخطط للفترة اللي جاية هيكون في شراكة مميزة ما بيننا وبين مكتبة مصر العامة الدرمور اللي على رأسها القامة المحترمة الأستاذ أحمد هواش.
في عندنا برضه نجوم المكتبه، في اكتر من فعاليه من فعاليات. الفعاليه اللي احنا بنصادفها النهارده، اولا انا سعيد جدا بكل الفعاليات اللي بدانا بيها، المعرض الرائع المميز اللي بنحط فيه اولادنا رسومات رائعه. طبعا هي الهدف من الرسومات هي نوصل رساله، الرساله دي احنا بنقول فيها كل قطره مياه بتفرق، والنيل هو روحنا وهو حياتنا. لازم ان احنا نحافظ على كل قطره ميه. برضه العرض المسرحي اللي شفناه كان عرض مسرحي هادف، ليه ابعاد محدده وبيوصل رساله، ومش مجرد عرض للعرايس فقط، هو من ناحيه ترفيهيه ومن ناحيه ثانيه ان احنا بنوصل رساله لاولادنا وانهم قد ايه كل قطره مياه بتفرق فعلا، واحنا محتاجين ان احنا نحافظ على بلدنا، نحافظ على بلدنا من كل الجوانب. هنحافظ على بلدنا برضه ان انا انمي المواهب اللي عندي، احافظ على بلدي ان انا اتجه الاتجاه العلم والمعرفه المخصصه للتعليم بشكل تربوي، ودايما نكون مبدعين ومبتكرين. النهارده هيبقى يوم مميز جدا في ذهن كل اولادنا، واولادنا اللي منورين النهارده ان شاء الله. يعني دايما في فعاليات متواصله كلها بتهدف لانشطه تربويه مبدعه ومتميزه. خالص شكرا كبير لحضراتكم. والآن نبدأ فعاليات توعية الطلاب لترشيد استهلاك المياه تحت إشراف السيدة هدى مرسي. والآن مع فيديو للتوعية الطلابية لترشيد استهلاك المياه من تصميم وإعداد الطالبتان شمس مصطفى غراب وضحى مصطفى غراب. أسسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مدار عقود منعزلون تماما في قرى وتوابع ونجوع تفصلها مئات الكيلومترات عن المدينة. لا أحد يسمع عنهم ولا أحد يسمع لهم حتى فجروا وبعد سنوات طويلة شاقة بمن يطرق أبوابهم. كثيرون حتى وجدوا أخيرا من يحول الحلم إلى حقيقة. البداية كانت في 2 يناير 2019 حيث أطلق الرئيس إشارة البدء لانطلاق المبادرة التي ما وجدت طريقها إلى النور بسواعد شباب البرنامج الرئاسي ومشاركة 3 وزارات، والتي سرعان ما تحولت وعقب 6 أشهر فقط إلى مشروع قومي